مساء الخير. احنا الحقيقة سعداء جدا نكون في وسطيكم، والحقيقة لما بشوف شعب الرب في كذا حتة قلبي بيبقى فرحان قوي. عايز احكي لكم قصة بسرعة، ان وانا جاي في الطيارة دايما وانا جاي في مؤتمر صلاة بقول يا رب ابتدي معايا كل خطوة وانا ماشي. فكنت في الطيارة والحتة اللي قاعدين فيها مزنوقة قوي، بعدين قعد الشخص اللي جنبي من فنلندا، وبعدين انا عمال اصلي وهو ابتدى يفتح كلام، فانا يعني استغربت. فالحقيقه اكتشفت ان هو صغير كان جدته بتصلي معاه بس ما كملش في الاتجاه ده، وبعدين كمل في موضوع ان هو اسيست وما يعرفش ربنا. فانا عارف انتوا هنا في اوروبا بيبقى عندكم الفكر ده، الاسيست اللي هم الناس اللي لا يؤمنوا بوجود الله، والناس بتؤمن قوي بالحاجه العقليه. فقعدت اصلي والولد ابتدى، الشخص ده ابتدى يفتح قلبه معايا واصلي ويفتح قلبه، وبعد كده عرفت انه من خلال الصلاه ربنا ابتدى يلمسه، ابتدى يسمعني، مع ان الكلام ده مش بيبقى سهل. ليه بقول القصه دي؟ انا عايز اقول انه من غير الصلاه في حياتنا مش هيحصل حاجه، هنفضل نلف حوالين نفسينا. كم واحد جرب حياه الصلاه؟ امين، هللويا، مجموعة كبيرة. عايزين المؤتمر ده نتفق اتفاق، احنا في مؤتمر ايه؟ مؤتمر ايه؟ هنعمل ايه؟ نصلي. القصة ابتدت من 10 سنين، ان احنا مجموعة صغيرة ابتدى ربنا يحط في قلبنا ان احنا نصلي. طب نعمل ايه؟ ابتدينا نصلي بالتليفونات مع بعض، وده يصلي مع ده وده يصلي ده مع التليفونات. ابتدت من امريكا تروح من ولاية لولاية، وابتدى يبقى في روح صلاة. أنا بسميها عند الناس روح صلاة، يبقى عندك روح صلاة، تحب تصلي، مش بتحاوح أو تحاول، لكن بتعمل إيه؟ صلاة. كم واحد من العراق؟ ده العراق أنا اللي غالب. كم واحد من سوريا؟ في بلاد تانية إيه؟ في من الأردن؟ في من فلسطين؟ في وسطينا من بلاد كتير، بس النسبة الغالبة العراق وسوريا. والعراق وسوريا محتاجين ايه؟ محتاجين ايه؟ محتاجين ايه؟ خلونا نبتدي نصلي مع بعض، خلونا نبتدي نصلي دلوقتي. الصلاة قلنا كده تصلي لحياتك الشخصية، ربنا يديك انك انت تبقى قريب منه. تصلي للأسرة بتاعتك، وقلنا ان كل شخص يبقى ليه وقت صلاه مع ربنا، الاسره ليها وقت صلاه مع ربنا مع بعض. وبعد كده صلي لكنيستك، صلي للمنطقه اللي انت فيها، صلي للامور اللي حاصله في المنطقه او في بلدك، سوريا او العراق او الاردن او فلسطين. دي طريقه الصلاه، دي حياه الصلاه. ونشكر الرب معانا خدام راعين، الاسيس رائف، الاسيس سامح، الاسيس حق، مجموعه كبيره واسس يعرفوا يعني ايه صلاه. ربنا هقدهم في نهضات عظيمه جدا، بس للناس دي عاشت حياه الصلاه. وكل واحد موجود هنا ربنا حاطط على قلبه ان تعالى مؤتمر الصلاه عشان تصلي. حلو قوي نشوف الخدام الرائعين ربنا بيستخدمهم، لكن الهدف الاساسي ان احنا كلنا نصلي. تعالوا نبتدي نصلي مع بعض. ندخل محضر ربنا في الاول، ان احنا بنقول له يا رب احنا بنشكرك يا رب، انت حضورك عظيم، انت ملك الملوك. إلهنا لما في وسطنا يبقى حضور غير عادي، يبقى الرب يعمل أمر غير عادي في حياتك. صلي كده إنه الرب يزورك ويزور حياتك، يزور بيتك، يزور كنيستك وشعار المؤتمر. أشعياء 60، وإحنا في روح الصلاة نقرأ كده: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. صلي كده يا رب أنت النور، يا رب أنت النور، يا رب في ظلمة كتير في هذا العالم، في ظلمة كتير في هذا العالم، لكن الحل أن يسوع النور الحقيقي يكون ظاهر لكل واحد فينا. تعالوا نصلي كده، يا ريت نقف مع بعض وإحنا في البداية، خلينا كلنا نقف كده وبص على النور، بص على النور، في نور أنا شايفه قدامي بتاع الأضواء، بس في نور أقوى، بص عليه.
افتح قلبك وقول له يا رب انا شايف النور في هذا اليوم. يسوع يجي حياتك والنور يبقى واضح، النور اللي فيك يطفي كل ظلمة. في ظلمة رهيبة في العالم اللي احنا عايشينه، ولكن يسوع اعظم، يسوع اقوى، هو نور الامم، هو المجد العظيم. شوف يسوع، هو ده المؤتمر، انك تشوف يسوع، انه في مجد عظيم جاي على حياتك، في مجد عظيم جاي على اسرتك، في مجد عظيم جاي على كنيستك، في مجد عظيم جاي على السويد. واحنا في استراليا من شهر والاسيس سامح كان معانا، شفنا مجد الرب في استراليا، قلنا سيدني والسويد وسدرتاليا للرب، في بدايه جديده، في صلاه جديده، في جوع جديد، في عطش جديد، لان الظلمه تغطي الارض، الظلمه تغطي الارض، ولكن النور عظيم. الرب يشرق عليك ويشرق على اسرتك ويشرق على حياتك. بص على النور، محدش يبص على اي حد، لكن بص على الرب. لو نبتدي نصلي مع بعض، يا رب بشكرك في هذا الوقت، يا رب جاي هذا الوقت عشان نقول هنقوم ونستنير ونرى نورا، بنورك نرى نورا، انت هو النور الحقيقي. يا رب لا نريد شعارات، لا نريد يا رب كلمات فارغه، لكن نريد ان يسوع يتعظم جدا في وسطنا، نريد ان صلوات ناريه وروح صلاه يخرج من هذا المكان وهذه الكنيسه، نور لبيوتنا، نور لحياتنا، نور لسدرتاليا، نور يا رب لستوكهولم، نور للسويد. يا رب اؤمن، اؤمن يا رب انه في صراخ، انه في قلوب كتيره جايه جعانه، وقلوب كتيره جايه يا رب تبص عليك وتقول هو ده حمل الله الذي يرفع خطيه العالم، هذا هو النور. صلي 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 صلي، خلونا نصلي مع الاسيس حاء كده، ان الروح القدس يجي بنور قوي على كل ظلمه موجوده. يا إلهنا الكريم، مبهرة كمان بك نحيا وتحرك ونوجد من كل القلب. يا رب نشكرك نعظمك لأنك له نور، ما فيكش يا رب ظلمة أبدا. أنت جيت يا رب عشان تنور العالم، أنت جيت عشان تنور العالم، جيت يا رب عشان تنور قلوب. يا رب الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عجيبا. يا رب احنا منتظرين النهاردة نور جديد، يا رب نور إعلان بالروح القدس لقلوب، يا رب محتاجة لك عطشانا. يا رب أصلي النهاردة إن أي قلب لسه في ضلمة يا رب تيجي النهاردة بسلطان الروح القدس وتعطي تحرير، تعطي تحرير يا رب كامل يا رب، عشان نورك يسبي يا رب القلوب يا رب البعيدة عنك اللي محتاجة لك. يا رب نور قلوبنا، نور عينينا، خلينا يا رب النهاردة تتفتح عينينا عليك يا رب، نشوفك نشوفك، تتسيب يا رب بجمالك النهاردة، نتفرس في جمالك سيدنا الرب. خدنا خدنا يا رب على جبل عالي، محتاجين يا رب نتهنى بجلسة معاك يا رب، ودي دعوتك لنا، تعالوا أنتم إلى موضع خلاء واستريحوا، تعبنا يا رب من العالم وكل ظلمة موجودة في العالم، عشان كده جايين ونرتبم في أحضانك يا رب. بركة لينا، بصلي يا رب إن الوقت ده يبقى فعلا وقت تغيير حقيقي لنفوس كتير يا رب. النهاردة تيجي بسلطان الروح القدس تجتاح يا رب المكان يا رب، مش بس هنا لكن كل مكان، وكل حد بيشوفنا النهاردة نور نور يا رب من عندك. صلي وصدق يا رب انك بالايمان سمعت واستجبت. امين امين. عارفين ان السويد في الشتاء بيبقى فيه ضلمه كتير، لكن الرب النهارده هيقول ان في نور في الشتاء ونور في الصيف. النور الرب هيشرق، مش هتبقى فيه ظلمه تاني، حياتك ستتغير. صلي النهارده اذا كان في ظلمه في حياتك، الرب هيجي مكان الظلمه وفي نور. هطلب من الاخ لؤي انه يجي يصلي من اجل انه الرب يلمس كل ضلمه موجوده في حياه اي شخص في هذا المكان، عشان كل واحد يشوف النور. انا اول واحد محتاج اشوف النور طول الوقت. خلونا نصلي مع بعض كده، النهارده ما فيش ضلمه واحده في حياتك، لكن النور يملى حياتك ويملى حياه اسرتك. امين يا رب، امين. باسمك يا رب في هذا المؤتمر كن معنا يا رب، كن مع كل شخص أتى إلى هذا المؤتمر بقلب يشتاق إلى رؤيتك يا رب، يشتاق إلى أن تكون أنت في داخله يا رب، يشتاق أن تقوده في حياته يا رب. يا رب
يكون في قلوب جميعنا حل بروحك القدوس على كل شخص موجود في هذا المؤتمر، حل بروحك القدوس على أفكارنا وقلوبنا وعقولنا، قودنا يا رب في هذا المؤتمر بقوتك يا رب، بقوة الروح القدس فينا وفي حررنا يا رب، حررنا من خطايانا يا رب، نضع كل شيء بين يديك يا رب، نضع كل خطايانا وكل معاصينا يا رب أمام عرشك أنت يا رب، تمحوها محوا وتزول من تزول تماما من قدامك يا رب ومن حياتنا، ونبدأ صفحة جديدة معك مع هذا المؤتمر ومثل هذه المؤتمرات يا رب، تقودنا يا رب بقوتك أنت وتساعدنا يا رب أن نقوى فيك، نقوى في 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 روحك يا رب اللي تملكنا تملك أجسادنا يا رب، باسمك يا رب نضع كل شيء بين يديك يا رب اليوم وكل يوم، آمين. خلونا نصلي من أجل كنائس الموجودة في سدرتاليا. أنتوا كنائس عندكم رائعة جدا، بس عايزين أن في كل كنيسة يبقى النور واضح. نقدر نصلي مع بعض؟ الأسيس سامح دايما ينادي بوحدة الكنيسة، الأسيس سامح دايما بينادي أنه نكون واحدا بحب. هطلب من الأسيس دانيال أنه يجي يصلي أنه يبقى قومي واستنيري للكنيسة هنا في السويد وسدرتاليا، كنيسة مجيدة، كنيسة كلها نور، كلها قوة، كلها واضح فيها حضور الله، مش بالكلام، مش بالاجتماعات، لكن بحضور الله القوي من خلال صلوات نارية، من خلال قلوب عايزة الكنيسة تتحد حقيقي، ركب ساجدة وجيوش زاحفة تجعل الكنيسة كنيسة منيرة، وتجعل الكنيسة كنيسة مشرقة في كل الأرض حتى في وسط الظلمة. أبانا السماوي، نشكرك من أعماق القلب من أجل هذه الفرصة التي أتحتها لنا لنمجد اسمك، لنرفع قلوبنا إليك. أصلي إليك يا رب قبل كل شيء من أجل شخص فقد الهدف في حياته، يستيقظ كل يوم ولا يعرف لماذا يعيش. يا رب في هذه اللحظة أريد وأرفع لك هذه الرغبة أن تضع يدك المباركة علي وعلى كل شخص فقد الهدف في حياتي. يا رب أعطينا يا رب حياة جديدة، أخلق فينا اتجاه جديد، الأشياء العتيقة قد مضت وذي الكل قد صار جديدا بالرب يسوع. أصلي إليك يا رب من أجل الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية أن تعمل أنت من أجل جمع شتات الكنيسة. صحيح يا رب هناك فروق وهناك صفات معينة لكل كنيسة، لكن هناك أيضا أمور أساسية تجمعنا مع بعضنا البعض. أنت إلهنا، أنت مخلصنا، أنت القدوس البار الذي مات من أجل الكنيسة. أصلي إليك من أجل الخدام في هذه الليلة، أصلي إليك من أجل الكلمة، وأصلي إليك يا رب من أجل كل أخ وكل أخ وكل أخت موجودة هنا في هذه اللحظة. بركة خاصة منك يا رب باسم الرب يسوع، آمين. هاخد انتباهكم دقيقة واحدة. كم واحد بيشوف الجوامع بيحصل ايه فيها يوم الجمعة؟ هل الأشخاص دي عندهم غيرة أكتر مننا؟ سؤال حلو، بس الكلام، لكن الفعل هو هل هناك حياة صلاة في حياتك؟ هل بتقضي وقت صلاة كل يوم؟ هل بتقضي وقت صلاة مع أسرتك؟ احنا كتير نتكلم مع أولادنا بنقول التحديات مع الأولاد، لكن ما بنصليش معاهم. أنا أول واحد بعترف إن أنا بقصر ومقصر، لكن بحاول إن أنا أصلي مع أولادي كل يوم أو يومين نركع ونصلي. وابني قال لي حاجة،
قال لي أنا لما شفت ماما بتركع وتصلي بقيت أنا طبيعي أحب أن أنا أركع وأصلي. هل ممكن نعمل المؤتمر ده يكون فرق؟ أنه من النهاردة هيكون ركب ساجدة والجيوش زحفة؟ ده مؤتمر صلاة، مش عايزين نتكلم كتير، عايزين نكون أكثر غيرة من إخواتنا. حلوين بنحبهم عندهم غيرة، لكن إحنا كمان عايزين يكون عندنا غيرة. أنا عارف أن في ناس ما تعودتش تصلي أوقات طويلة، 5 دقايق والكلام يخلص، لكن لما تتدرب هتعرف تصلي كتير وهتحب الصلاة، والصلاة هتبقى أنت والصلاة معجون. نفسي هطلب من أسيس جهاد، آسف الأسيس إدجر، اتفضل أسيس، عشان نصلي من أجل الأسر ونصلي من أجل أولادنا، أنه الرب يدي أسر تكون كنايس في كل بيت. أنا أول واحد محتاج في بيتي، محتاج كل يوم، لأن الأمور بتتغير. هنصلي مع الأسيس إدجر من أجل أسرنا ومن أجل أولادنا، أنه يكونوا بركة ويكونوا رجال خدام ورجال صلاة. شكرا. يا رب إلهنا الصالح، يا أبونا السماوي، يا من أنت أسست العائلة يا سيدنا الرب وأعطيت أهمية، نشكرك جدا لأنه هذه أمانة في أعناقنا أسرنا يا سيدنا الرب. نشكرك يا رب في هذا المساء، نأتي لأجل يا سيدنا الرب رافعين عيالنا. قال كان أيوب يقدم ذبائح عن عائلته، يقول لألا أولادي أخطأوا سهوا. يا رب عيالنا، المجتمع حوالينا مجتمع يجذب، لكن أنت تجذب أولادنا إلى شخصك. ساعدنا نحن كأهل أن نربي أولادنا على الإيمان الأقدس المسلم مرة القديسين، كما فعلت أفنيكي ولوئيس لتيموتاوس. يا سيدنا الرب، عم نسمع كتير كم من عائلات عم تنهار، الوالد بمال، الزوجة بمال، الأولاد في مال، وهن مدعو اسمك عليهم. آه يا سيدنا الرب، آه يا سيدنا الرب، نصرخ ونقول عائلاتنا، أولادنا، زوجاتنا، رجالنا، يا سيدنا الرب في هذا المساء ارسل كلمة لتشفي يا رب، ارسل روحك القدوس لكي يجمع ما فرقوا عدو الخير. يا سيدنا الرب، يا سيدنا الرب، البيوت فيها كتير أشياء تقنية وللسعادة البيتية، لكن عم نشوف الخراب وعدم السعادة في البيوت. مين غيرك يا سيدنا الرب؟ قال كان الرب يسوع يرتاح في بيت لعازر ومرتا ومريم. ادخل البيوت يا رب، رممها، اخلق فيها يا رب من جديد، ليعم روحك فيها يا سيدنا الرب. شو النفع المكتوب على الباب؟ يا رب بارك هذا البيت، واذا ما كان هذا البيت ربه هو انت ما بينفع يا رب، ما بينفع تكون ضيف، بينفع تكون انت صاحب البيت يا رب. نرفع بيوتنا وعائلاتنا، مجتمعاتنا الصغيرة يا سيدنا الرب، حتى فيها يدخل المسيح ويشع نور المسيح منا. أعطي نعمة وحكمة للأباء والأمهات، وأعطي روح خضوع للأولاد يا سيدنا الرب، حتى تكون بالحقيقة هذا البيت، هذه البيوت تشتم منها، تفيض منها رائحة المسيح السكية. مسلمين يا رب بيوتنا بين يديك يا رب، علامة الدم عليهم، علامة الصليب عليهم، علامة قوة الروح القدس عليهم. نريد أن نرى يا رب تغيير في العائلات باسم الرب يسوع المسيح، ولك يا أبانا المجد باسم الفادي يسوع، آمين. ربي يباركك قسيس. خلينا كل 2 جنب بعض، عايزين نصلي من أجل البلد اللي انتوا فيها سدرتاليا،
كم واحد قلبه كده واكله على استدرتاليا؟ في عرب كتير حواليكوا هنا وفي سويديين. خلونا كل اتنين جنب بعض صلوا كده بصراخ، في صرخه، في ناس كده قلبها وجعها فعندها صرخه، صلي كده بصرخه: يا رب استدرتاليا، يا رب انت هتيجي تزور البلد دي، هتيجي بزياره يا رب خاصه علشان البلد دي محتاجه، في ظلمه، في ظلمه كتير، في يمكن عرافه، في افكار شريره كتير، لكن الرب يجي على البلد، الرب يجي على المدينة ويجي على القادة بتوع المدينة، والرب يوجد خوف في قلبهم. رب يجي يزورهم بالليل الساعة 3 الساعة 4 الصبح ويقول له: تعالى انت فلان، انا عايزك تعرفني. اصرخ قدام الرب من اجل البلد دي، اصرخ من اجل سدرتاليا، اصرخ من اجل ستوكهولم، اصرخ من اجل السويد، لان بيتك واسرتك واولادك في هذه البلد، عايز تكبر في بلد فيها نهضة، بلد فيها اسم الرب بيتعظم. وعندنا مثل كوريا رب لمسها، لأن الناس بتطلع على الجبال تصلي. في صرخة في سدرتاليا النهاردة، الرب بيصنع سفر تذكرة، لأن في ناس وقلوب قلبها وكلها على هذه البلد. يا رب أنا بصلي من أجل سدرتاليا، تنطلق من هذا المكان يا رب أرض نار، نار صلاة وصراخ ليلا ونهارا إلى رب السماء، لأنك تسمع ولأنه قوة في محضرك أيها الرب. تاجي بزيارات على بيوت، تيجي بزيارات على أسر، تيجي بزيارات على المدينة والبلدية بتاعت المدينة ومستشفيات المدينة وكنائس المدينة. تيجي يا رب بروح صلاة، بروح نار على هذه البلد. يا رب هنقف في الصغر أمامك، يا رب هنقول لك جعانين يا رب وعطشانين لنهضة في سدرتاليا ليلا ونهارا. يا رب أولادك لا يسكتوا، كلامك في أفواههم، نظرهم عليك، أسمعهم بتسمع كلمة الحياة في مسرته يلهج، في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا، مسرته في كلمة الرب، في الصلاة مع الرب. أصرخ من أجل هذه البلد، البلد تحتاج صلاتك، البلد تحتاج إلى أن تكون هناك تغيير بقوة أولاد الرب، للرب أشرق نور جواهم. صلي صلي صلي. خلوا صرخة من أجل هذه البلد، هذه البلد تحتاج حضور الله، هذه البلد تحتاج ان الروح القدس يجي يزور. قل يا رب زور زور زور، يا رب يا رب زور يا رب في هذه البلد. يا رب كم من اشخاص يا رب عميان، كم من اشخاص يا رب قلوبهم مغلقه. صلي، يمكن جارك، يمكن اللي بيشتغل معاك في العمل، يمكن لو طبيب مرضى بتتقابل معاهم، يمكن لو انت بتشتغل في المدرسه التلامذه والطلبه، رب يوجد جواك جوع وعطش، رب هيوجد جواك نار. أنا عايز أكرز بالكلمة، يا رب هتدي حكمة، هتدي حكمة لأولادك في هذه البلد. هللويا هللويا. احنا خلصنا فترة الصلاة، أنا بسميها تدريب الصلاة. رب يتعظم، رب يتمجد، هيكون وقت رائع جدا. صلوا، ندي سقفة للرب. قول يسوع 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 حي. بداية قوية صح ولا لا؟ أنا مؤمن إن دي هتكون بداية ملهاش نهاية. حد يصدق في الكلام ده؟ بنعمل مؤتمرات كتير، بنحكي كتير، لكن اللي بيعمل تغيير تجهيز قلبك عشان يكون تربة خصبة الروح القدس يشتغل فيها. القرار في ايدك مش في ايد حد تاني. عشان كده انا بصلي ان كل حد صلى النهاردة قوله: يا رب علمني ان يكون ده صلة دائمة موجودة معاك في كل وقت. امين. لسه هنشوف كتير. انا برحب بكل حد موجود النهاردة معانا، لكن مشغول جدا بحاجة أعملها قبل ما نبدأ أي حاجة، وقبل أي خادم جاي إن يفتح بقه. إحنا صلينا لكل حاجة، لكن ما صليناش للناس اللي جاية اللي الرب هيستخدمها في وسطينا. أنا بصلي إن كلام جديد يجي من عند ربنا. ربنا عارف الاحتياج، صح؟
عارف كل قلب موجود وعارف كل حد بيشوفنا دلوقت ويتفرج علينا. عشان كده انا حابب ان كل الخدام الاسراف للسامح لخنزار دكتور رامز اختنا رينا اتفضلوا. ان هو انا نفسي ان احنا نباركهم قبل ما يتكلموا ويفتحوا بقهم. افتح بقك انت لربنا قول له يا رب انا عايز انك تتكلم ليهم عشان توصل ليا. امين. ممكن بس نصلي لكم تسمحوا لنا بكده. خلينا نقف كلنا كل الخدام يكونوا موجودين قبل ما حد فيهم يطلع على المنبر ويتكلم. ارفع ايدك ارفع ايدك على الخدام دول قول له يا رب انت جبتهم لمسحه جديده وبركه جديده واستخدام جديد بالروح القدس. كلام يا رب عند افتتاح الفم سلطان يا رب من الروح القدس ليهم. اديت تستخدمهم استخدمتهم في اماكن كثيره لكن منتظر النهارده يا رب ان يكون في استخدام جديد ليهم. تديهم يا رب كلام يا رب جديد لحياتي عشان يكون مصدر تغيير يا رب. يا رب مصدقين فيك يا رب النهارده ان مسحتك على كل خادم على كل مره حد يقف فيهم يا رب يجاهر بكلمتك يكون بقودنا تكون انت يا رب بتقوده بروح القدس. نعمل كل حد موجود يا رب اختنا ارين الاسراف السامح اخونا رامز اخونا نزار يا رب مسحه الروح القدس عليهم الهبهم واشعلهم يا رب النهارده بنيران جديده من الروح القدس يا رب. يا رب كل حد النهارده يكون بيشوفنا وكل حد يا رب بيسمعهم يكون بيتقابل معاك يا رب مقابله جديده خاصه جدا يكون موعد مع الروح القدس. احنا يا رب نضعهم ابدا من ايديك يا رب املاهم بكل قوه وكل ملء وكل قداسه وكل نعمه وكل كلام من عندك يا رب. كلمه المسيح تنطلق منهم بغنى لينا وجهز يا رب قلوبنا جهز يا رب قلوبنا عشان تقبل الكلمه بكل فرح شخص كل اكرام وكل مجد. امين امين. تفضلوا. شكرا. رحب بكم جميعا وبرحب بكل حد النهارده بيكون بيشوفنا عبر شاشات قناه القرمه. بصلي ان الله يستخدم الوقت ده بقوه في حياه كل واحد فينا. هنقرا ايه واحده بس قبل ما نبدا اجتماعنا وبصلي انك تاخده وعد ليك في قلبك قبل ما تبدا باي حاجه. مزمور 74 وآية 21 بيقول كده لا يرجع المنسحق خزيا. الفقير والبائس اللي ممكن يكون زيه وزي أي حد النهاردة هيسبح لربنا. اقرأ الآية دي اقرأها بصوت عالي. لا يرجعن المنسحق خزيا الفقير والبائس. مش هترجع النهاردة فاضي مش هتخرج من المكان ده فاضي. فقير حاسس ببؤس بتعب صلي النهارده بروح القدس ان الله يخرجك وانت النهارده بتسبح وبتعلن مجد ربنا في حياتك. امين. صدق في الوعد ده وحطه قدام عينيك. اختنا رين اتفضلي ربنا يباركك ويستخدمك في اول وقت لينا في الترنيم. خلينا نسكب قلوبنا قدام الرب ببداية تسبيحنا وعبادتنا. نفسي من قلبك تقول زي داود واحدة سألت الرب وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. كان ابني شادي راح السما من سنتين كان الترنيمة المفضلة لي بس أنه كان يفضل يمسك الجيتار ويقول واحدة سألت وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. كانت أكتر شيء بيرنمها بحياته والرب اداله سوق لقلبه. مش غرضي أن أقول أي شيء غير أنه كل ما تكون أشواقك للسماء وانت عايش على الأرض الله مش هدفه أنه نموت أو يصير أي شيء. لا مش ده اللي بقصده. لكن قلبك وأشواقك تكون في السماء أكتر من الأرض دي. تعلق قلبك وعينيك وأفكارك تقول له ربنا عايز أشبع بيك أشبع إذا استيقظت بشبهك. نفسي تقولها من قلبك. الترنيمة معروفة لكن أنا نفسي نرنمها بشكل مختلف. يا رب وجه أشواقي
حبي ليك ناحية السماء مش ناحية الأرض. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. لكي أتقرس في جمال وجهك، لكي أشبع بتغير من طبيعتي.
بحبك 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 يا يسوع. قل له من قلبك بحبك، بتغير كل قلبي بحبك، بتغير من طبيعتي بحبك 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 يا يسوع، بحبك بهديلك كل قلبي بحبك، بهديلك كل عمري بحبك 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 يا يسوع بحبك. بتغير كل قلبي بحبك، بتغير من طبيعتي بحبك 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 يا يسوع يا يسوع. ملك الملوك سيد الأسياد ليك السلطان وحدك رب العباد، كل القدرات ليك يا الله، انت الإله وعندك كل الحكمة. ملك الملوك ملك
مش زي عمل ايديك ولا في زيك اله. هقضي حياتي بسجد ليك، انت العالي وانت الله. مالكي يا مالكي نطرح فيك، مالكي يا مالكي ما تعيش الهم. بيحكي من شوية ازاي تكون حياتنا صلاة. انا اختبرت ده يا دكتور رامز، ازاي تكون حياتي صلاة كل يوم، وبدون الصلاة بحس ان انا مش ماشية صح ومش قادرة
حتى أكمل اليوم بتاعي. يمكن في أيام عدت عليا ما كنتش قادرة أصلي حتى، لكن كنت أقول له رب صلي فيا بالروح القدس، أنت قدني، أنت عارف أنات قلبي، أنت عارف احتياجي. أنا الرب ادانا الروح القدس مش بس المعزي، لكن بيصلي فينا، بيصلي جوانا. بس أنت سيب نفسك لروح الله كل يوم، قول له يا روح الله أنا مش عارف أصلي إيه، لكن أنت تديني، أنت تديني صلوات بالروح القدس، صلوات مهدفة لحياتي، يمكن لحياة ناس حوالينا. أوقات كتيرة بنطلب نهضة وبنطلب تغيير، بس الله عايز يبتدي بكل واحد على حدة في بيته وفي حياته، زي ما قال الدكتور رامز، كل واحد في حياته الشخصية في خلوته الشخصية. ترنيمة اللي جاية ترنيمة جديدة علينا بس هنتعلمها سوا، بتقول خليني لما افتح عيني اول فكره يا رب تجيني اني اقوم واقعد وياك. تعرف اول ما بنقوم من النوم مش بنقدر نقعد معاه، اوقات في ناس ما بتقدرش، بيقول لك انا لازم اصحصح واشرب القهوه واعمل شغل اللي ورايا، ويمكن اخر اليوم لو ضل وقت انا هقعد معاك يا رب. الله مش عايز الفضله، الله عايز يتمتع في علاقه معاك حتى في بداية يومك، حتى لو هتسجد وتركع ولو 10 دقايق تقول له بس بحبك، بسلمك يومي، بقول لك انت تكون الملك على حياتي، انت اللي تقودني في كل خطوة يا رب. نفس الرب النهاردة يشبعك في كلمات الترنيمة دي، بتقول كلك مشتهيات يا حبيبي، تستاهل سجودي وطيبي، كلك مشتهيات يا رب. لما بتقعد قدامه ما بتشبعش، انا ده جربتها، انا ما بشبعش منه، اوقات بحس اني عايزه اقعد اكتر، عايزه اتكلم معاه اكتر، لان هو الوحيد اللي فهمني وسمعني، مستعد ان يسمع قصصنا كل يوم المتكرره، بس هو عايز يسمعك، هو نفسه يتلذذ بالعشره معاك. خلينا واحنا بنرنم الترنيمه دي ونتعلمها، هنرنمها كمان مع بعض كمان مره، خليني لما افتح عيني أول فكرة يا رب تجيني إني أقوم وأقعد وياك، أسمع صوتك جوه كلامك، تملى اليوم بصوتك وسلامك، تكشف لي إيه جواك، كلك مشتهيات يا حبيبي. قل له كشف لي أنت عايز مني إيه، مش لست الطلبات بس، مش لست بتاعتنا، أنت عايز مني إيه في الصلاة، قل له أنت عايز مني إيه، عايز تكلمني في إيه يا رب. أمين يا شعب الرب، قل له النهاردة أنت عايز مني إيه، نفسك تسمع مني ايه يا رب، نفسك تكلمني في ايه. امين. شدية واحدة الدزان فلات بتاع الجيتار. خليني لما افتح عيني اول فكره يا رب تجيني اني اقوم واقعد وياك، اسمع صوتك جوه كلامك، تملى اليوم بصوتك وسلامك، تكشف ليا ايه جواك،
لما افتح عيني اول فكره يا رب تجيني اني اقوم واقعد وياك اسمع صوتك جوه كلامك تملى لي يوم بصوتك وسلامك تكشف ليا مش أي كلام بياخدني خطوات قدام ويغير جهلي للنور ده طعامي وسط البرية سند قلبي حافظ رجلي ينقل عيني من المنظور ده كلامك مش أي كلام خدني خطوات قدام ويغير جهلي للنور ده طعامي وسط البرية سند قلبي حافظ رجلي ينقل عيني من المنظور كلك مشتهيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي شو بخضع لك وبقلبي بسجد واسمع لك في المخدع علمني اعيش طالب شو يزيد جوايا اقتلي بيك وادوب في الآية زيك في جمالك ده ما فيش انا جاي لك بخشوع بخضع لك وبقلبي بسجد واسمع لك في المخدع علمني أعيش طالب شو يزيد جوايا أقتلي بيك وأدوب في الآية زيك في جمالك ده ما فيش كلك مشتهيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي الأول والعدد الأخير خليني لما افتح عيني قول يا رب نفسي تاخدني في عمق جديد كده حاجة ما اختبرتهاش قبل كده حاجة أقدر أقول بيها كل شوية كلك مشتهيات أنا بكتشف في كل ثانية إنك كلك مشتهيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي هاللويا خليني لما افتح عيني اول فكره يا رب تجيني اني اقوم واقعد وياك اسمع صوتك جوه كلامك تملى لي يوم بس
صوتك وسلامك تكشف لي ايه جواك. خليني لما افتح عيني اول فكرة يا ربي تجيني اني اقوم واعود وياك، اسمع صوتك جوا كلامك تملى اليوم بصوتك وسلامك تكشف لي ايه جواك. كلك مشتهيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي، كلك مشتهيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي. بعد قدامك برتاح تحت جناحك غنى وافراح، بعد قدامك برتاح تحت جناحك غنى وافراح. انا جاي لك بخشوع بخضع لك وبقلبي بسجد واسمع لك في المخدع، علمني اعيش طالب شوقي يزيد جوايا اختلي بيك وادوب في الآية زيك في جمالك ده مفيش. انا جاي لك بخشوع بخضع لك وبقلبي بسجد واسمع لك في المخدع، علمني اعيش طالب شوقي يزيد جوايا اختلي بيك وادوب في الآية زيك في جمالك ده مفيش. كلك مشتهيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي، كلك مشتهيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي. بعد قدامك برتاح تحت جناحك غنى وافراح، بعد قدامك برتاح تحت جناحك غنى وافراح، تحت جناحك غنى وافراح. فوق الرياسات، فوق السلاطين، فوق الأسماء عمانوئيل. المسيح فوق الرياسات،
فرحان بالرب، ارفع إلهك، قوم استنيري، في نور قوي جاي، والرب هيدينا في الكلمة كلام حلو. خلانا نشوف، هنشوف فيديو مع بعض دلوقتي عشان في نقطة مهمة قوي محتاجين زي ما بنصلي نعطي، عايزين نعطي أفضل ما عندنا. الخدمة اللي احنا فيها اسمها 24/7 IM 24/7 IM يعني 24 ايه 24 ايه للرب 24/7 صلاة. ممكن القلوب اللي هي جعانة، خلينا هنتفرج على فيديو مع بعض، وخلينا ان احنا صلي كده ان الرب يفتح قلبك عشان تدي الرب افضل ما عندك. في كل مؤتمر بنقول ان في ابطال، المؤتمر ده كمان في ابطال. كم بطل هيشترك معنا؟ هنحتفل كده مع الرب انه كل الاحتياجات ربنا بيسددها. انا عارف في ابطال في وسطينا، وادي الرب افضل ما عندك، هتشوف نتائج رائعه جدا. امين. خلونا نشوف الفيديو مع بعض.
امين. خلونا نقف دقيقه نصلي كده. صلي ان الرب يديك عطاء قوي الان، والاخوه هيكونوا بيمروا. صلي كده الرب يديك عطاء وانت فرحان. لو قدامك رقمين 10 ولا 20 حط ال 20 عشان الرب هيباركك، هيبارك اسرتك ويبارك حياتك. صلي معايا. يا رب بشكرك انك اله حي، اله السماء. يا رب بشكرك لانه في قوم واستنير لكل كنيسه ولكل شخص في هذا اليوم. ايضا في العطاء يا رب انت اشكرك من اجل اولادك وشعبك بيعطوا بعطاء غزير. يا رب بشكرك لانه هتكون مجد في السماء، لانه تستحق كل شيء، تستحق كل فكر وكل جيب وكل ما نمتلك. لا نمتلك شيء، لكن يا سيدنا الرب انت تمتلك كل شيء. يا رب شعبك يفرح انه يعطي سيد الارض كلها. يا رب بنصلي ايضا بركه على الكلمه، بركه على الكلمه، علشان يا رب تكون كلمه ممسوحه وكلمه مؤثره وتصل الى كل قلب ولكل فكر في هذا المساء. يا رب انت رائع، انت حي. يا رب انت اتيت عشان تزيل كل ظلمه وتقوم وتستنير كل فكر وكل قلب في هذا اليوم، ويكون فرح عظيم في كل بيت، ويكون خلاص عظيم في كل بيت، لانك حي ولانك تريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. امين. هيكون في ترنيمه مع اخونا نزار واحنا بفتره العطاء مع بعض. يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك. سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك، حقق لي فكرك
أنا لك. قول معاي وإلى أن تعود أبني النصارى بدف وبيعود باسمك أخبر. اصرخ من قلبك قل له تعال. أمين تعال. أمين تعال. تعال. آمين تعال يا يسوع طالت غربتنا زادت أشواقنا ضاقت قلوبنا لذا اللقاء. مساء الخير شعب السويد الغالي على قلبي جدا جدا، برحب بيكم في اسم الرب يسوع. حقيقة عايز أقول لكم حاجة في قلبي قبل ما نبدأ أو حاجتين. لو جاي عينيك على الأسس والمرنمين مش هتستفيد حاجة. لو جاي وجاية عينيكي على الأسس والمرنمين مش تستفيدي حاجة. بل ورفعوا عيونهم ولم يروا أحد إلا يسوع. خلي عينك عليه. أمين. حاجة تانية، أنا هشارك معاكم من قلبي بجد، مفيش حاجة معينة جوايا إلا إنه قلبي عمال يئن بأنات كده، أقولها إزاي وحطها إزاي. روح الخزة حطها. إحنا في مؤتمر صالة مظبوط؟ طيب، في واحدة كانت في مؤتمر صالة، كانت حاضرة مؤتمر صالة، رسول بولس دور على حتة حلوة يعرف يتكلم فيها، فلقي مجموعة من الأخوات في اجتماع صالة قاعدين يصلوا. مفروض اللي بيصلوا يبقوا في صلة مع ربنا مزبوط؟ فهو قاعد معاهم. الكلام ده موجود في أعمال 16. رسول بولس قرب منهم، شاف الأخوات دول بيصلوا، فابتدى يتكلم بكلمة الإنجيل، فاكتشف إن واحدة في اجتماع الصلاة وقلبها مقفول. قلبها مقفول. ممكن تكون جيت المؤتمر المبارك ده بس لسه قلبك مقفول. ده اللي جوه قلب. خليني الأول قبل ما أشارك معاكم بحاجة صغيرة في قلبي، وبعدين سعيد قوي يكون معايا خادم الرب الحلو المبارك القسيس سامح هيشارك معانا كمان بوقت نصلي. برحب مش بيكوا بس في السويد، لكن برحب بكل شعب الله اللي بيشوفونا دلوقتي في كل العالم. بشكر ربنا لأجل قناة الكرمة الفضائية. الحقيقة أنا كنت معاهم من كام يوم في كاليفورنيا،
ودي أنا بشكر ربنا إن هم ادونا وقت وادونا ساعتين ثلاثة من وقتهم، وهم دلوقتي عندهم عيد الحصاد علشان يكونوا معانا. فاللي بيسمعونا دلوقتي مش بس حبايبي الموجودين في المكان الجميل ده، لكن بيسمعونا ناس في كل العالم. فأنا بشكر ربنا لأجل قناة الكرمة من كل قلبي، بشكر صامويل، بشكر كل الفريق العامل، ونبعتين ديفيد معانا من قناة الكرمة عشان يكون الإرسال يروح لكل العالم. حاجة الأخيرة قبل ما أتكلم، برحب بخدام الرب الأفاضل. كم واحد من خدام الرب الحلوين موجودين معانا؟ بجد ممكن تقفوا بالتضاع، يعني ممكن تقفوا بس نقول قد إيه خدام الرب الحلوين الموجودين في المكان. ممكن خدام الرب، خدام الرب، خدام الرب، أنت من خدام الرب مش كده؟ طب حلو. زي ما الأسيس سامح، thank you so much، تفضل. زي ما الأسيس سامح دايما بينادي بالحتة دي، أنا بحبها قوي. أنا حاجتين أديهم عمري، حاجتين. الحاجة الأولى أد عمري لرأسي المبارك ربنا يسوع المسيح، أدي له عمري. والحاجة الثانية أد الجسد، الكنيسة، جسد المسيح. أنا أؤمن إيمان حرفي وروحي بمزمور 133، هو ذا ما أحسن وما أجمل، أن يسكن الإخوة معا. لما يسكنوا معا، فالروح القدس راح مشبهها تشبيه جميل قوي، قال زي الدهن الطيب. دهن الطيب يجي منين؟ يجي من الرأس. دهن الطيب كده ينزل من الرأس، ابتدي يغطي الجسد ويغطي كل الجسد ويقدس الجسد. ده لما نكون مع. قال زي الندى اللي جاي من جبل حرمون ينزل على جبل صهيون يطلع ثمر. جبل صهيون جبل حار، جبل صهيون جبل مشمس، جبل صهيون المفروض ما يطلعش فيه لثمر ولا زرع، لكن علشان الندى اللي جاي من جبل حرمون يطلع الجبل زرع وثمر. لما نبقى مع بعض نطيب قلوب بعض، نشجع بعض، نثمر في بعض، نبارك بعض. هم الروح القدس قال لأنه هناك في الحتة دي، في الحتة دي لما نكون إيه؟ معا. عشان كده أد عمري لرأس المبارك وأد عمري لجسده كنيسة المسيح. أمين. قومي استنير. حاجة شعار جميل قوي قوي من أشعياء 60، وقرينا الأعداد دي في بداية الاجتماع. لما تقول لواحدة قومي تبقى هي إيه؟ نعم؟ قاعدة. طب عندنا في مصر لما تكون قومي في الصعيد تبقى إيه؟ نايم. واحدة نايمة. ست قومي، قومي عايزين نفطر، قومي عشان نتغدى، قومي اشتغلي اعملي اكل، يعني قومي نايمه. ولما يقول استنيري طب هي كانت ايه؟ مضلم، ضل. عشان كده ربنا بيقول للسويد، ربنا بيقول لاسكندنافيا كلها، وربنا بيقول لاوروبا يا اوروبا قومي، يا أوروبا نوّري. الدنيا مظلمة قوي 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 في أوروبا. السنة الماضية كنا بنحتفل على مرور 500 سنة على الأساسات الإيمانية اللي اتزرعت جوه أوروبا، وأوروبا تراجعت، تراجعت أوروبا، عمالة ترجع. مش بتكلم على أوروبا كأوروبا، لكن بتكلم على أوروبا كدول، بتكلم على السويد، السويد البلد اللي احنا فيها، مش بتكلم على كل السويد، بتكلم على الناس الموجودين في سودرتاليا، وبتكلم مع الناس اللي قاعدين في بيوتهم دلوقتي بيسمعونا. رب يقول لك قوم، ورب يقول لك نور. طب ايه اللي بيحصل؟ أنا النهاردة هبدأ بداية غامقة شوية، غامقة شوية،
يمكن تفتح مع القسيس سامح، لكن أنا معايا غمقة. غمقة لأنه قبلها في أصحاح 59 بيتكلم الروح القدس، بيتكلم عن إيه اللي حاصل. في أصحاح 59 في عدد 2 بيتكلم عن حاجة عاملة قفلة، حاجة عاملة سدة، والحاجة ياريت هات لنا أشعياء 59 عدد 2 وأشعياء 59 في أشعياء 59 هنشوفه مع بعض. فبيقول له إيه الروح القدس، بيقول الكلام الجميل ده. خلينا نقرأ العدد ده لأن ده هو اللي أنا هتكلم عنه النهاردة. قبل الرب ما يتكلم ويقول لكل واحد فينا قوم، وقبل ما يقول لكل واحد فينا نور، الرب قال في مشكلة، في مشكلة موجودة، مشكلة منع النور، في مشكلة منع الصحيون. شوف اقروا مع بعض بيقول ايه، نقرا مع بعض. بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم. خلي بالك في سدة موجودة، في قفلة، في قفلة، المية مش بتعدي، في حاجة مقفولة. ده الرب اللي بيقول، فبيقول أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم عملت إيه؟ سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. دي ظلمة، دي دي ظلمة. هتكلم من قلبي بأمانة، هتكلم من قلبي. ربنا ممكن يعمل آيات وعجائب في المكان هنا، أمين. ربنا ممكن يعمل معجزات. تعرفوا أحلى معجزة وأعظم معجزة إن الإنسان البعيد عن ربنا يتغير. أحلى معجزة، أحلى معجزة. وأنا بتكلم على السيد سامح من شوية، ربنا بيقيم ناس من الموت، موت الجسدي بجد بجد. ربنا بيشفي ناس من أمراض بجد. الأسبوع الماضي احنا عندنا في الكنيسة في جيرسي سيتي، ربنا مدخلنا في موجة جميلة قوي، أنا مسميها أمواج للبركة. احنا ماشيين في أمواج بركة، احنا لينا حوالي 5 أسابيع في أمواج بركة بجد. ربنا عمال يعمل وسطينا حاجات، آيات وعجائب ومعجزات وأفراح. عندي 150 واحد في الكنيسة بيصوموا، وهيصوموا 40 يوم علشان ربنا آمر ببركة علينا، أنا مصدق. فأنا كتبت على الفيسبوك، بس حاجة الاجتماع، أنا مش بتاع فيسبوك. فقلت إنه إلهي إله عظيم، وإلهي هو إله شافي، وكلمته ليها سلطان، فأنا مصدق بشفائه. بعت لي واحد يمكن بيسمعني دلوقتي، ربنا يباركه، قال لي أسيس أتحداك لو رحت مستشفى السرطان للأطفال وصليت لأجل حد وخاف. قلت له أنا بتحداك إن مسيحي يقدر يشفي، مش أنا اللي بشفي، مسيحي يقدر يشفي. في المكان ده صدقوني بقول الصدق في المسيح، في المكان ده أنا شفت معجزات حصلت مع ناس. أنا شفت ناس كانوا عايشين تحت الأدوية جوه المكان ده، تحت الأدوية وعندهم اكتئاب، ما بيقدروش يناموا، ورموا الأدوية قدام عيني، رموا الأدوية في صفحة الزبالة. كلام ده من حوالي يمكن 10 سنين فاتت، رموا الأدوية في صفحة الزبالة وجم زاروني في أمريكا وهم تماما في صحة جيدة، ما بياخدوش أدوية لا مهدئات ولا منومات، لأن الرب يسوع إله شافي، إلهي إله شافي. في أباء وأمهات موجودين في المكان هنا دلوقت، كان حصلت معاهم مشاكل أسرية رهيبة واتدمرت حاجات جواهم بسبب أولادهم، والرب رد أولادهم ورجعهم وأولادهم مباركين. إلهي إله بيرد وبيشفي، أمين أمين. الضلمة، خلينا نسقف للرب. الضلمة، الضلمة جاية منين؟ إيه اللي الرب عايز يقوله لينا النهاردة؟ أحبائي، الرسول بولس هو بيتكلم للإخوة في أفسس، قال لهم مشكلة كبيرة زي ما قال الروح القدس في أشعياء 59،
قال للأسف إني أثامكم. أصل هقول لكم حاجة، ربنا بيكره الإثم والاعتكاف. يعني إيه؟ يعني إيه؟ ربنا ما بيحبش الشخص اللي يلبس قناع ويجي الكنيسة. شغل الأقنعة ينفع معايا وينفع مع الخدام، لأني إحنا بتيجي الكنيسة ربنا يباركك، يا كلام جميل معسول حلو قوي، بس أنت لابس قناع اسمه ربنا يباركك، وأنت لابس قناع اسمه ربنا يباركك، فأنت جاي بيه. فربنا ما ينفعش معاه كده. ليه بقى؟ لأن ربنا بيقرأ اللي جوه، عينيه بتخترق اللي جوه، الظلمة اللي جوه والعتمة اللي جوه، والعتمة اللي جوه. إيه المشكلة اللي بيتكلم عنها الروح القدس؟ ليه أنا مش قادر أقوم وليه مش قادر أنور؟ السر موجود في حتة اسمها القلب. القلب اللي قال عنه الرسول بولس في أفس 4: مظلمو الفكر. الدنيا ضلمة جوه. سيبك من المشهد اللي بيحصل لما يجي خدام ونعمة المؤتمر ويكون فيه مرنمين وأخادم محبوب عليكم وكلنا نيجي ونحب بعض ونتصور مع بعض وآخر عظمة تمام، وأول مركب السيارة أول حاجة أعملها أشتم مراتي. مصيبة مش كده؟ أو أتعامل بطريقة غير مهذبة مع أولادي. قناع. هتكلم على ثلاث اربع حاجات، وهناخد وقت صغير نصلي. المؤتمر ده مؤتمر صلاه مش مؤتمر وعظ. لو جايين تسمعوا وعظ ده مش مؤتمر وعظ، بس احنا انا هتكلم 10 دقائق بعدين اصلي معاكم 10 دقائق بعدين اتكلم 10 دقائق وهخلي قسيس سامح يصلي معانا قد ما يقدر لحد الصبح. هو ما نامش، فهو ان شاء الله هيفوق وهنوسط الموضوع ده هنفوقه احنا، لان هو طيران طول اليوم. وانا نمت كتير قوي، انا نمت ساعه من امبارح الصبح، أنا جاي طيران طول الليل، فإن شاء الله هنفوق معاكم. أمين. طيب، ليه في ظلمة؟ في مزمور 66 بدأت المشكلة جاية منين؟ في مزمور 66 في آية مهمة قوي، مش آية، دي حقيقة، عدد 18 بيقول إيه؟ بيقول على حالة من الحالات اللي احنا مش بناخد بالنا منها قوي. مزمور 66 عدد 18 بيقول ايه؟ اقراها معايا. ان رعيت اثما فين؟ في قلبي. ان رعيت ايه؟ اثما في قلبي. بالبلدي كده الاثم هي الوساخه وهي القباحه اللي بتيجي نتيجه الخطيه اللي ساكنه جوه. فالرب بيقول خلي بالك، أنا مش هعرف أسمعك لو قلبك مليان بالخطية والنجاسة. هقول من قلبي تاني، الروح القدس بيقول لك لو قلبك فيه نجاسة، لو فكرك فيه نجاسة، لو حياتك فيها نجاسة، ما ينفعش تعمل على ربنا تمثيلية. ما ينفعش، ربنا شايف. فبيقول ان النجاسه اللي جوه، هو ده اللي قاله في اشعياء 59، ان الخطيه والنجاسه اللي جوه دي خلت قفله، كاني انا عايز اتبارك بس انا جوه الكنيسه ارفع ايدي مع المرنم، انزل ايدي مع المرنم، اسقف للمرنم، اسقف للواعظ، بس اللي جوه جوه طالع من الكنيسة أو يمكن جوه الكنيسة وبخطط لنجاسة هعملها النهاردة، بخطط لنجاسة هعملها في الويك إند اللي جاية، أو خارج من نجاسة وعايز إن أنا أبان قدام الناس كويس. فالرب قال خلي بالك، المصيبة مش الضلمة اللي بتيجي في الشتاء في السويد ولا فنلندا، لا لا لا، مش المصيبة إن الضلمة بتطول في الأيام دي لما الكهرباء تقطع، لا لا لا، ده المصيبة في الضلمة اللي جوه، اللي قال عنها إن رعيت إثما في قلبي.
ده اول مصيبه مضلمه حياتنا. اخد لك مصيبه تاني، مصيبه تاني موجوده في روميا اصحاح 2. رسول بولس بيتكلم للاخوه في روميا بيقول لهم ايه؟ وخلي بالكم اوعى، انت عارفين كان عندنا حمله كرازيه كبيره قوي سنه 2006 فاكرين، سنه 2008 فاكرين، والسنه اللي فاتت فاكرين، والسنه دي فاكرين، وعمال ربنا يجيب خدام وعمال ربنا يتكلم. فبيقول لك ايه؟ اوعى تستهين، اوعى تستهات العدل اللي بعده. بيقول له ايه؟ اياك تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته. صبر على جنب حضرتك وصبر على جنب حضرتك، وربنا عمال يصبر عليك. وعدت 2006 وعدت 2008 وعدت 2017 وجت 2018، وكل يوم حد انت موجود، او كل يوم جمعه موجود، او كل يوم سبت ايا كان اجتماعك موجود، وانت عايش في الكلام اللي قاله. ادينا العدد اللي بعده، ربنا يخليك. اوعى تستهين تحتيه تاني، عدد 4 يلا. ام تستهين، اقروا معايا، ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبه. هو يعني ربنا محتاج منك حاجه اصلا؟ ده انت اللي محتاجه. ده ربنا بيقول لك انا بحبك، انا متمهل عليك، انا صبران عليك، انا صبران عليكي، في اسم جوه قلبك، في نجاسه جوه قلبك، وانا صبران عليك، وعمال ابعت لك خدام، وعمال ابعت لك مرنمين، وعمال احميك من حوادث، وعمال افتح لك الابواب، وعمال اقول لك انا جبتك من سوريا، وانا جبتك من العراق، والدنيا كانت مطربقه فوق دماغك، والطربقه فوق دماغ الناس كلها، وربنا جابك هنا علشان بيحبك، عشان يديلك حياه. كان كل الهدف منه مش انك تعمل شوية كورونا، ولا تعمل شوية يورز، ولا تشتري بيت، ولا تشتري سيارة، لكن لكي يقتادك الى التوبة. عشان كده العدد اللي بعده قال ايه؟ ولكن من اجل قساوتك وقلبك غير التائب. ليه قاسي؟ ايه الوحش اللي عمله معاك حبيبك؟ ايه الوحش؟ تعرف يقول عنه ايه حبيبك ده؟ يقول عنه في رومية 8 ان الله ابونا لم يشفق على ابنه. الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. الله لم يشفق على ابنه، الله سلم ابنه على عود الصليب، مات لأجلك على الصليب بأشنع موتة وأصعب موتة. الله لم يشفق على ابنه. فبيقول لك ليه قلبك قاسي؟ من أجل قساوتك وإيه؟ قلبك غير التائب. تعمل إيه بقى؟ تعمل إيه؟ اوعى تفكر الله أبونا الذي لم يشفق على ابنه هيجي يوم من الأيام، وعشان جناب حضرتك من عيلة فيها 15 قسيس، وعيلة فيها 900 مرنم، وبنيتوا الكنيسة وزبطتوا الدنيا وبتساعدوا في العطاء في الكنيسة، وانت قلبك بعيد عن ربنا، والنجاسة لسه جوه قلبك، ولسه قلبك فكرك لسه مظلم، اوعى تفكر لما تقف قدام ربنا في كده في الأبدية يقولك معلش عشان خاطر. ربنا ما عندوش معلش، معلش عندنا في مصر، معلش عندنا في البلاد العربية، عديها تعالى مر علينا بكرة. لكن ربنا يقول لك لا، تقف قدامه يقول لك الله لم يشفق على ابنه عشانك انت، علشانك انت. الله لم يشفق على ابنه علشانك انت. عشان كده اوعى تفكر انك وانت بقسي قلبك وكل يوم بتحوش، هي دي التحويشة. بدل ما تحوش لعيالك بركة وخير، بتحوش غضب. حد كل يوم يحط غضب، كل يوم تعمل في التحويشة غضب. قال لك تعمل ايه؟ بتضخ لنفسك كل يوم غضب. الانفستمنت بتاعك غضب، حد ما تيجي دينونة الله العادلة. حد بعت لي حاجة من كام يوم، أب كان عنده ابن وحيد،
وحط في قلبه زي ما احنا بنعمل بالظبط، نربيه احلى تربيه. فدخلوا مدارس اجنبيه، بعدين الولد كبر واصر انه يجيب له احسن مدرسين. الولد طلع بتفوق، دخل الجامعه، خلص الجامعه، خد ماجستير، بعد الماجستير خد دكتوراه. بعدين الله بطريقة ما حسب حكمته، الولد أصيب بمرض رهيب. الأطباء قالوا الولد مش هيقدر يعيش أكتر من فيو دايز، كم يوم. الأب والأم قاعدين، العيلة كلها قاعدين. فالولد قال لأبوه بابا، قال له عنين بابا، عنين بابا يا ابني. قال له بابا هات لي الشهادات بتاعتي. فراح جاب له الشهادات. قال له بابا وقفت في جنبي حد ما خدت البكالوريوس، وقفت في جنبي لحد ما خدت الماجستير، وقفت في جنبي لحد ما خدت الدكتوراه. كان امنيه يا بابا تديني المسيح بدل ما تديني شهادات. قلب مليان بالنجاسه، قلب مليان بالقساوه، لأجل قساوتك وقلبك غير التائب. خلي بالك مرات كتير بيبقى عندنا لف ودوران على بعض ونلبس الأقنعة على بعض، بس مع ربنا ما ينفعش. في يعقوب أصح واحد بيتكلم عن نوع من القلوب. ليه القلب مظلم؟ ليه ربنا بيقول قومي استنيري، قوم استنيري اللي موجود في سدر تاليا، قوم منور بدل ما أنت مظلم يا بيت موجود المفروض يكون بيت مبارك، بيت متأصل، بيت لكم خدام في عيلتكم، بس بيت منور، بيت نايم، عيال مضلمين سبناهم راحوا في كل حتة. قال إيه؟ عدد 18 على ما أظن أراه معاكم، عدد 18، لا عدد 26، عدد 26 أراه معايا، بيقول إيه؟ إن كان أحد فيكم يظن أنه دين. يا رب ما حدش فينا يكون دين يا رب. تعرف يعني ايه دين؟ يعني بيلبس قناع الدين. رب يسوع ما جاش عشان يجيب ناس دينه، رب جه لارضنا علشان يعطي حياه وليعطي افضل. ربنا جاي علشان ان كان احد في المسيح فهو، فبيقول ان كان حد فيكم يظن انه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة. في قلب خداع، قلب الخداع قلب متلون، قلب طالع مع الطالعة ونازل مع النازلة. دي الضلمة، دي الضلمة اللي بيقول عنها الروح القدس، دي الضلمة اللي بيقول عنها الله. بيقول يا ما ناس قلوبها مليانة بالنجاسة، يا ما ناس قلوبها مليانة بالقساوة، يا ما ناس قلوبها مليانة بالخداع، ومفكرين ان هم بتوع كنايس، مفكرين ان احنا جايين مدام انا دخلت الكنيسة بقيت قديس. الكنيسة ما تعملش قديس، المسيح اللي يعمل قديسين، المسيح هو اللي يعمل قديسين. الكنيسة هو المكان اللي العيلة اللي فيها جماعة الله القديسين يجتمعوا معا. الكنيسة مستشفى للمرضى اللي محتاجين شفاء. الكنيسة مكان يقف قدامه رب المجد العظيم زي ما وقف قدام قبر العازر ويقول لناس أموات جوه الكنيسة هلمة، خارجا الكنيسة مكان إحياء من الموت. مفروض الكنيسة كده. عشان كده في ناس عايشين في خداع القلب. لو انت صاحب قسيس مش هيوديك السماء، لو انت صديق مرنم مش هيوديك السماء. اللي هيوديك السماء انك تصدق ان رب يسوع مات لاجلك، وبلاش تخدع قلبك، تخدع قلبك بعطايا. في واحد قال عنه الروح القدس كلام جميل قوي قوي قوي، قال له انت عطاء، انت راجل مصلي، انت راجل فيك كل الصفات الجميله، بس محتاج انك تتغير،
كان اسمه ايه؟ كرنيليوس. قال له روح ابعت هات بطرس يقول لك كلام بيه تتغير العطايا، رغم ان هي حلوه قوي، الامور الصالحه الجميله الحلوه اللي انت بتعملها، حبك للناس، كلامك الرقيق، بس انت بعيد عن ربنا، انت من هذا النوع، يخدع قلبه. اول حاجه رابعه وبعدين نصلي مع بعض خمس دقائق. من الكلمات الجميله اللي قالها الرب يسوع لكل المجد، هقولها للمؤمنين، هقولها اللي بيشكوا في الهنا وقدرته، هقوله في الناس اللي بتظن وتفكر ان كتابنا كتاب مش حقيقي، هقول لكل واحد بيفكر انه ربنا وعوده مجرد كلام على ورق، ربنا وعوده مش كلام على ورق، ربنا وعوده امور حقيقيه تتمسك بالايد وتتمسك بالفعل، دي وعود ربنا. ربها ماشي مع تلميذي عمواس في لوقا 24. ربها ماشي مع تلميذي عمواس قال لهم حقيقه عن نوع من القلوب، كتير من القلوب بس انا هاخد الاربعه دول. نوع من القلوب احنا عايشين وهذه الايام ايام الاحصاءات، ايام المنظور، ايام تقول لي واحد زائد واحد يساوي اتنين، ايام ما ينفعش ان احنا نقول كلام زياده عن اللزوم، ايام امور رمزيه مش امور حقيقيه، ايام ربنا يقدر ولا ما يقدرش، ايام المعجزات شيء حقيقي ولا مش حقيقي، ايام كل هذه الايام. اسمع قال له ايه وهو ماشي مع تلميذي عمواس، خلينا ناخد العدد عشان تطلعهن، عدد 25. وهو ماشي مع تلميذي عمواس الرب يسوع كان معاهم، كان بيتكلم معاهم، قال لهم انا هموت، انا رايح للصليب، انا ادفن، انا هقوم من بين الاموات. الرب يسوع وهو ماشي مع التلاميذ، وهو ماشي مع التلميذين اللي سابوا المشهد، اللي سابوا الحقيقه وما صدقوش ان الرب قام، لما جم من النساء وقالوا الرب قام هم كانوا موجودين، هم ما صدقوش ان الرب قام، ما صدقوش ربنا يقدر يقوم من بين الاموات وقام من بين الاموات، ما يقدروش مش مصدقين ربنا العظيم يقدر يقوم ناس في موت الخطيه ويديهم حياه، فهم ماشيين معاه. الرب قال ايه؟ فقال لهما ايها الغبيان والبطيئه القلوب في الايمان. جوه الكنيسة ومش مصدق ربنا يقدر يشفي؟ عندك كتاب مقدس بتقراه كل يوم مش مصدق ربنا يقدر يشفي؟ عندك وعود إلهية إن الرب مات ودفع الثمن كامل على الصليب، دفع الثمن، ثمن حياتك، ثمن أثامك، يقول كتاب وضع عليه إثم جميعنا، الرب اللي قال عنه الكتاب بجلدته شفيكم، الرب اللي قال عنه الكتاب بجروحاته شفينا، الرب اللي بيقول أنا الرب شفيك، الرب اللي بيقول عنه الكتاب يشفي كل أمراضك، الرب اللي بيقول إن بيوتنا محمية ومحروسة في إيديه، الكتاب بيقول إن أولادنا مؤمنين، يقول له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، صدق إن ربنا هيجيب ولادك اللي ضاعوا، أوعى تكون بطيء القلب في الإيمان، دي ظلمة، دي ظلمة، دي ظلمة. هطلب منك حاجة، أنا قلت ده مش مؤتمر وعظ، وقف في مكانك ما يصعبش عليك. حد قال لي حاجة، قال لي يا أسيس إيه حكاية كل اتنين يصلوا مع بعض دي؟ دي مش موضة جديدة دي. قلت له مش موضة ولا حاجة، إيه حكاية يعني نعمل لفة كده ونقعد نصلي يعني؟ هو ده كان في الكنيسة زمان، الكنيسة كانت تتجمع لما بولس اتضرب على سخنة، وكان أنا أعتقد أنه مات يعني، أعتقد أنه مات، وبعدين جروه برا المدينة ورموه برا المدينة، ولما هو مرمي فاقد كل شيء وتجمعوا الإخوة حواليه وصلوا قام قام، ده مش قام بس، ده قام وتاني يوم رجع المدينة تاني يتكلم عن يسوع المسيح. هل ممكن نتجمع مع بعض ونصلي من أجل بعض؟ آه طبعا، آه طبعا. تعالوا نقف مع بعض لمدة خمس دقايق، تعالوا نقف مع بعض. هقول لك هتعمل ايه. ربنا يخليك، أنا بقولها لك من قلبي، لو أنت قلبك قاسي وقلبك مليان بالنجاسة، اوعى تفكر إنك مداري خطاياك عن ربنا، تقدرش،
مين يقدر يداري نجاسته؟ مين يقدر يداري نجاسته؟ ده لما تقرا مزمور 139 قلبك يدوب، يقول له انا اروح فين، انا اروح فين، انا اروح فين؟ لا جوه الميه في اعماقها اقدر اختفي، ولا فوق اقدر اختفي، لا اقدر استخبى شمال ولا اقدر استخبى يمين، لا اقدر اروح غرب ولا اقدر اروح شرق، لا اقدر استخبى وانا في العراق ولا اقدر استخبى وانا في السويد، لا اقدر استخبى وانا في سوريا ولا اقدر استخبى وانا في السويد. انت مكشوف قدامه. رب يقول لك ان قلبك المليان بالنجاسه والاسم عمل فاصل بينك وبينه. رب يقول لك ان قساوه قلبك وقساوه قلبك كانك بتحوش غضب، غضب كل يوم. هيجي يوم تقف قدام الديان، هتيجي يوم تقف قدامه وتقول يا ريت، يقول له الغني المسكين، يقول له يا ريت 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 كنت عملت كويس، حوشت مصاري، بنيت عمارات، جبت سيارات، ربيت عيالي احسن تربيه، يا ريت يا ريت يا ريت كنت سمعت، يا ريت كنت سمعت، يا ريت وانا في المؤتمر اللي موجود السنه دي يا رب يا ريت انك تيجي وتفتح قلبي وتنور عيني وتقول لي انا بحبك تاني وأنا مصدق إنك بتحبني. خطية جوه القلب، قساوة جوه القلب، خداع جوه القلب، بطء، قلب بطيء إنه يصدق إن ربنا يقدر يعمل، ربنا بيقدر يعمل، صدقوني بيقدر يعمل، صدقوني بيقدر يعمل. غير واحد مليان بالقسوة، مليان بالتهديد، عامل زي الكبرى ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. ربنا غير شاول الطرسوسي يقدر يغيرك، ربنا غير امرأة أمسكت في ذات الفعل يقدر يغيرك، ربنا يقدر يغير إنسان الشياطين والأبالسة عمالة تلعب بعقله عمالة تسوق على الجحيم، ربنا يقدر يغير، ربنا يقدر يغير واحد مريض ليه 38 سنة ما لهش حد، يقدر يغير. ربنا يقدر النهاردة يغير. قل له يا رب ابدأ بي أنا الليلة، يا رب يا رب غير قلبي، يا رب يا رب غير قلبي، يا رب يا رب أنا محتاج، أنا قلبي مليان بالنجاسة يا رب، الناس اللي حواليا مش عارفين، ده أنا بديت أشرب الإثم كالماء، ده أنا بقيت حنجرتي عاملة زي القبر المفتوح، ده أنا بطلع كلام زي السم، سم الأصلال، بقيت تحت شفاهي عمالة طلعه، عمالة أشتم، عمالة سب، عمالة ألعن، عمالة هين، عمالة سب في ربنا. الدعوة الوحيدة اللي بقولها بقول يسب سب في ربنا. يا رب النهاردة غير قلبي، يا رب أنا مصدقك، يا رب أنت موجود في المكان، يا رب يا رب أنا مصدقك النهاردة. قول له توبني يا رب، قول له يا رب توبني، يا رب غير حياتي، يا رب لين قلبي النهارده بكلمتك، يا رب النهارده شيل النجاسه اللي جوايا بدمك، يا رب اديني كلام صدق اقوله، ابقى صادق في اللي بقوله، المحبه التي لا تقبح، المحبه اللي ما فيهاش نفاق ولا رياء، كل خداع جوايا يا رب النهارده رش عليا دمك يا رب، رش عليا دمك يا رب، يا رب مش عايز اخرج من المكان ده زي ما انا يا رب، يا رب صبرت عليا كتير، انا مش عايز استهين لا بلطفك ولا بطول اناتك ولا بصلاحك ولا برحمتك ولا بمحبتك ولا بايدك الممدود عليا ولا بعطاياك ولا بالبيت اللي اديتوني ولا الحمايه الجسديه اللي اديتهاني. يا رب انا مش عايز استهين بده، الهدف انك تقودني الى التوبه. توبني يا رب، توبني يا رب، توبني وغير قلبي في اسم الرب يسوع. لو عايز بعد الاجتماع تفضل، لو عايز بعد الاجتماع تحب تصلي تفضل، تفضلوا. تحب تصلي معي حد من الخدام اعمل كده، ما تمشيش، احنا هنكون معاك طول الوقت. خليني اقول لك حاجه هقولها في 10 دقائق واخلي اخويا وخادم الرب الاسيس سامح يكمل معانا. ربنا يهمه قوي 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 موضوع قلبك ده.
لما يكون القلب مظلم ربنا يهمه قوي قوي ان ازاي يقدر يغير الظلام اللي جوه والسواد اللي جوه والقذاره اللي جوه والنجاسه اللي جوه. فالرب يهمه قوي موضوع القلب، يهمه قوي موضوع القلب، موضوع الحياه، موضوع ازاي انت غالي عليه قوي. فيهمه قوي ان انت ما تبقاش انت بتاع زمان. ربنا عايز يغيرك تبقى انت اللي يفرح بيك، انت اللي تبقى خليقه جديده. عشان كده في أرميا 17 قال ايه؟ قال عن القلب ده ربنا كشفه نقره، بص على القلب رائف كده وقال له رائف، قلت له نعم يا رب. قال لي مش عايز قلبك يبقى وحش. قلت له يا رب وحش، صدقوني عشت ايام سودة في حياتي، صدقوني عشت ايام ضلمه في حياتي، ابن قسيس وكنت بالضبط من اللي بيلبس الاقنعه، صدقوني كنت اروح الكنيسه بقناع واطلع من الكنيسه اخلعه وبعدين اعمل اللي انا عايز اعمله واروح البيت البسه عشان هقابل بابا، فكنت عايش بالأقنعة. فالرب يقول إيه؟ يقول إن قلب الإنسان ده أخدع من كل شيء وهو نجيس، مين يعرفه؟ فقال لك مين يعرفه؟ الحمد لله سطرت. قال لك لا، العدد اللي بعده قال إيه؟ قال لك لا، ده أنا أعظم طبيب، ده أنا أروع جراح، ده أنا أعظم مشير، ده أنا اللي أقدر أعرف اللي جوه وأتعامل مع اللي جوه. فبعد ما قال له إيه؟ شكرا. قال القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، مين يعرفه؟ يقول لك يعني مستخبي؟ لا مش مستخبي. العدد اللي بعده قال إيه؟ يلا أنا الرب. شفت الدكتور العظيم؟ شفت أعلى إكس راي؟ شفت أروع كات سكان؟ شفت أجمل إم آر آي؟ شفت لما تدخل جوه كده العيون الفاحصة، العيون الفاحصة يقول لك اوعى تفكر ان محدش بيعرف، لا انا بعرف، انا بعرف، انا كشفك، انا شايفك. فقال له انا الرب فاحص القلب مختبر الكلى. الرب فاحص اذا كان قلبك نجيس، هو فاحص اذا كان قلبك قاسي، هو فاحص اذا كان قلبك في خداع، هو فاحص اذا كان قلبك مش مصدق، هو فاحص. يقول عن القلب، عن شغل ربنا في القلب، شغال ربنا على القلب ده. يقول كلام جميل قوي 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 في عبرانيين 4. عبرانيين 4 بحب العدد ده قوي لانه العدد ده يعني برد بيه على كل اخواتي وحبايبي اللي هم مش مصدقين في روعه وعظمه وقدره كلمه الله. عدد 12 عبرانيين 4 عدد 12 بيقول ايه؟ اتكلم عن كلمه الله الحيه الفعاله الأمضى من كل السيف ذي حدين. تعمل إيه بقى الكلمة دي؟ الكلمة دي بتعمل حاجة جميلة قوي قوي. شوف بيقول إيه؟ طبيب عظيم، طبيب عظيم يدخل جوه قلبك ويشوف. فبيقول عن الكلمة دي خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، وتعمل إيه بقى؟ وتميز أفكار القلب ونياته. يعني جناب حضرتك وانت هنا أتاري عيني الله، هتقول لي بقى لا تقول لي ليزر ولا ما تقوليش ليزر، عينين رب تدخل على القلب، تدخل على القلب. طب هل الرب لما بيعمل كده يعني سيبنا كده ويقول لك يعني عدي؟ لا، ده في رؤيا 3 عدد 20 آية جميلة قوي، ربنا يهمه القلب. فبيقول ايه؟ بتكلم على ملاك كنيسه اللودوكيين اللي هو بتاع الكنيسه الميصة، الكنيسه المايعه، الكنيسه اللي هي لا طالعه فوق ولا نازله تحت، الكنيسه اللي عايشه يعني حاجه تقرف بعيد عنكم. واحد يقول لي ليه تقول تقرف؟ اصل ربنا لما شفه كان هيرجع. انا ذا واقف على الباب خبط على باب قلبك. كم مرة خبط السنة دي بأمانة قدام المسيح؟ كم مرة خبط السنة دي؟ كم مرة خبط على باب قلبك السنة دي؟ كم مرة وانت في الحادثة بتاعت العربية والعربية اتدشدشت وطلعك كشعلة منتشلة من النار؟ كم مرة وانت في المرض وربنا وقف جنبك وشفاكي؟ كم مرة لما الشغل قفل ربنا لم يعوزك لشيء؟
كم مرة لما أنت دخلت في مصيبة بعيد عنك، مصيبة وقلت كلام يدمر الأرض كلها وربنا حوط حواليك وقومك منها؟ كم مرة وكم مرة وعمال يخبط عمال يخبط. الله بيهمه أنك تفتح باب قلبك. ربنا يهمه أنك تفتح باب قلبك. هقول لك آية جميلة بحبها قوي قوي قوي، قال الرسول بولس في رومي 10، تكلم من ربنا لأنه شغال عليك، عمالة يفحص قلبك، عمالة يرمي كده أشعاعات على قلبك، عمالة يميز أفكار القلب ونياته، عمالة يخبط على باب قلبك. قال لك لما الوقت يجي، نقرأ الآية دي وبعد كده هدي الفرصة لخادم الرب يصلي معانا. عدد رومي 10، هقرأ بس الثلاث أعداد من عدد 8 ل 11. رومي 10 يقول له إيه؟ لكن ماذا يقول؟ هتقول لك يا اخي بروح الكنيسه وفي ناس فشلت من الكنيسه، بيني ما بينكم يعني ناس فشلت من الكنيسه، كان ما اروحش الكنيسه غير لما يكون في نهضه ويجي الاسيس سامح اروح الكنيسه لما يكون في مرنم، كان مش راح كنايس، اصل مين يقدر يغير؟ هو مين بيغير؟ ما اصل كله زي كله يعني. ماذا يقول؟ فالناس عماله تسال، هو ما فيش حل؟ طيب طب ما فيش حاجة تغير القلب المليان بالنجاسة؟ طب ما فيش حاجة كده تغير القلب المليان بالخداع؟ طب ما فيش حاجة تخلي القلب المليان بالقساوة يلين؟ طب ما فيش حاجة تخلي بطء القلوب في الإيمان دي يبتدي تاني أصدق ربنا من جديد؟ قال له فيه. ماذا أقول؟ ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. يعني سمعت ربنا بيحبك، سمعت ربنا أنت غالي عليه، سمعت الله أبونا لم يشفق على ابنه بذله لأجلك على الصليب، سمعت أن الرب يسوع علق على الصليب، سمعت أنه وضع عليه إثم جميعنا، سمعت أنه شال لعنتك ولعنتي، سمعت ده كله، فالكلمة قريبة منك. قل له ارحمني. واحد يقول لي طب اقول له ارحمني ازاي؟ قال له كلمه الايمان. ايه كلمه الايمان دي؟ كلمه الايمان دي بذرايه، دي بذرايه تتكون جوه القلب، بذرايه لما انا بستقبل كلام الله وروح الله يبتدي يوبخني وروح الله يقول لي يا ابني ليه يا بنتي ليه، وانا في الوقت ده وعمال اتبكت، يبتدي الرب يكون بذرايه جوايا اسمها بذرايه الايمان. بالايمان وذلك ليس منكم، هي عطيه الله. فالبذرايه تطلع تخليك تنطق وتقول له يا رب ارحمني، يا رب غير حياتي. هي دي البذرية. عشان كده بيقول ايه؟ لأنك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات، حصل ايه؟ خلصت. انت مصدق؟ الكلمة قريبة منك، الكلمة قريبة منك. تعرف ليه قريبة منك؟ لان جناب حضرتك وجناب حضرتك جيتوا الليلادي. جيتوا الليلادي، ما انتوا جيتوا برجليكوا مش كده؟ جيت برجليك وانت جيتي برجليكي، ربنا جابك برجليك للمكان ده عشان يقول لك انا بحبك، عشان يقول لك عايز اغير قلبك، عشان يقول لك في نجاسه جوه قلبك، عشان يقول لك في خداع جواك، عشان يقول لك في قساوه جوه قلبك، عشان يقول لك انت بطيء، قلبك بطيء في الايمان، مش قادر تصدقني، عشان ربنا بيقول لك ان قلبك عماله يدور جواه هذا الجو من النجاسه والخداع والتفكير الرديء واظلام الفكر والامور دي كلها. ربنا بيقول لك انا بقول لك اهو، انا كشفك اهو، انا واقف اخبط اهو، أنا فاتح إيدي ليك. فكلمة الإيمان إيه؟ قريبة منك لأنك موجود هنا. بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعون على الهواء، كلمة الإيمان قريبة منك. اليوم يوم خلاص، الوقت ده الوقت المقبول، إن سمعت صوته لا تقص قلبك. سي سامع ممكن نقف؟ ممكن المرنمين الجمال والعازفين الجمال كلهم يجوا. في ترنيمة جميلة قوي افتكر اغلبنا حفظها، بتقول اشفيني 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 من كل ضعف فيا اشفيني. المرأة نزفت الدم
دي كلمة الإيمان. قالت لو لمست هود بثاوده برئت، مش كده؟ الشخص ده بيحب الناس وبيحب الخطاة اللي أنا أولهم، بيحبهم مش بيقرف منهم، بالعكس لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل مرضى. هو جاء طبيب يشفي، يشفي القلب المكسور، يشفي القلب النجس، يشفي بعدي، يشفي قساوتي، هو يشفيني. لو مسست هود بثوبه أبرأ. بإيمانها ده انتزعت، انتزعت، خدت حقها. عندك حق في ربنا، هو اداك الحق ده، وبلمسة الإيمان دي تقدر تاخد حقك. تالت متلت، تالت ايه؟ متلت. قول معايا ورنم معايا الترنيمة ديت، لمسة شفاء تلمسني بإيدك، ده انت الإله، عندي إيمان تشفيني بكرة الآن قبل ما روح. هروح مش زي ما جيت، هروح قلب نظيف، هروح عينين مفتوحة شايفة، شايفة. شفيني، شفيني. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك انت الإله. أنا عندي إيمان شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو ألمس ثوبك أنت الحنان. قصة بارتيماوس الأعمى، سمع أن يسوع معدي، صرخ يا ابن داود ارحمني. الناس قالت له مش هيسمعك، مش فضيلك، مشغول. ناس كتير فاكرة كده، ربنا مش فضيلي، مش هيسمعني لو ندهت عليه. كذب، ناس كذبت عليك، ناس ضحكت عليك. وفوجئ أنه وقف يسوع وقال له ندوه. لما جه قال له عايز ايه؟ مش لاقي شغل وقاعد اشحت، شوف لي علبه عربيه فول ولا محل بيتزا عشان بدل ما انا استعطي. كان ممكن يطلب حاجات كده، صح؟ قال له انا عايز ابصر، عايز ارى النور، عايز افتح، انا عايز اطلب منك اللي محدش غيرك يقدر يعمله، اني افتح أشوفك، أفتح. إحنا مرات بنروح لربنا نطلب حاجات مش هي. نفسي النهاردة تطلب تفتح، عايز أفتح يا رب، عايز أشوفك، عايز أرى النور، عايز أتنقل من الضلمة للنور. قول معايا العدد التاني ده، جاي لك بذنوب ندمان بتوب، طالب غفران بدم المصلوب. قول معايا جايلك بذنوب ندمان وبتوب،
طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك في ايديك وصدق فيك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني يا يسوع اشفيني انا راجع عليك جاي لك بذنوب جاي لك بذنوب لما وبتوب طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني انا راجع عليك اشفيني من كل ضعف فيا اشفيني من الشهوة ومن الخطيئة اشفيني محتاج لك يا فريق اشفيني اشفيني نقعد دقيقة وبعدين هنكمل صلاة دقيقة. عايزك تخلي بالك بس من اللي احنا هنصليه الوقت اللي جاي دوت. شفاء الجسد أهم ولا شفاء الروح؟ إيه المعجزة الأعظم؟ احنا كتير قوي احتياجاتنا المادية أهم عندنا من احتياجاتنا الروحية. ربنا مهتم باحتياجاتنا المادية أكيد، بس مهتم بأرواحنا لأن ده الجزء الخالد اللي فينا. احتياجاتنا المادية بتدينا لذة، أعطانا كل شيء بغنى للتمتع، بتدينا لذة تمتع مش بتدينا سعادة. احتياجاتنا الروحية هي اللي بتدينا سعادة. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فرحة معرفة المسيح، فرحة رؤية المسيح، مفيش حاجة تانية زيها، مفيش فسحة زيها، مفيش أجازة زيها، مفيش عربية زيها، مفيش حاجة زيها، مفيش حاجة زيها. وانا عايز النهارده في بدايه رحلتنا في مؤتمر الصلاه عايزين نتاكد ان كلنا طالعين مع بعض، كلنا ايه طالعين مع بعض وايدينا في ايدين بعض. وانا عارف ان احنا من جنسيات مختلفه ومن طوائف مختلفه وده الجمال، انا بحب دايما التنوع دوت. عايزين نطلع مع بعض الطلعه دي بكره وبعده. عشان كده لو انت النهارده بعيد، روحك بعيده، روحك مطفيه، جواك عطش لربنا ما ترواش قبل كده، ما قابلتوش، ما شفتوش، عينيك ما شافتش النور اللي بنتكلم عنه ده قبل كده، عايزك تطلع الطلعة دي معانا. عايزك النهاردة تقول له عايز أرى النور، عايز أشوفك يا رب، عايز أقابل معاك، عايز النور ده يدخل قلبي، عايز الحياة دي، الحياة الأبدية اللي انت تكلمت عنها. شفيني، شفيني من العمى الروحي ده، شفيني من الموت الروحي ده، شفيني شفيني. ياخد وقت قد ايه عشان يعمل كده؟ لما نادى العازر خد قد ايه وقت عشان العازر يطلع؟ لما لمس النعش خد وقت قد ايه عشان يقوم الميت؟ خد وقت قد ايه عشان يفتح عينين الاعمى؟ قال له ايمانك قد شفاك، للوقت ابصر وتبع يسوع في الطريق. لو ربنا كلمك النهاردة في العظة، لو حس انك بعيد عايز تيجي، عايز تدي حياتك للمسيح،
وعايز تصدق تصدق ان يشفي روحي الميته ديت، فتع عينيا العمياء ديت وتقابل معاه. لو مصدق وعايز عايزك تقف تاني وتقول العدد التاني ده جاي لك بذنوب ندمان وبتوب، طالب غفران في دم المصلوب. لو عايش مع ربنا ومستريح ومبسوط ما تقفش. ولو عايز شفاء جسدي وامور ماديه ما تقفش. لكن لو انت عايز النهارده لمسه حياه روحيه من الله، حاسس بموت وعايز حياه، حاسس بعمى وعايز شفاء، وقف وقف واقول لك واقول له جاي لك جاي لك بذنوب. لو عايش مع ربنا ومبسوط ما تقفش. لو عايش مع ربنا ومبسوط ما تقفش. لو مش عايز ربنا ما تقفش. لو عايز امور ماديه ما تقفش. لو عايز ربنا لاجل حياه روحيه قيامه روحيه، وقف وقول له جاي لك بذنوب ندمان وبتوب، طالب غفران بدم المصلوب. قول معايا العدد ده من قلبك، قل له، علي صوتك، قلها قلها طالب غفران، قلها علي صوتك، صدق بمسك في ايديك وبصدق فيه وبصدق فيه يا يسوع اشفيني، يا يسوع اشفيني، المس قلبي ده البعيد، المس روحي دي الميت، جايلك بذنوب فيكوا يعني عدد كبير أو واقف، أغلب الناس واقفة، مش عارف أنا مش مفهوم ولا طيب. وانت واقف أحكي لك حكاية، معلش أعذبك شوية، ولو تعبت أقعد. كم شهر كده سيدة فاضلة جت حضرت اجتماع زي دوت، حياتها اتغيرت، وبعدين رجعت لجوزها وقالت له احنا ما عندناش مشاكل زوجيه، احنا عايشين حياه سعيده، بس انا قابلت المسيح وحياتي اتغيرت ونفسي انك تقابل المسيح زيي. قال لها احنا مش محتاجين له، انا مش شغال كويس، ما عندناش مشاكل زوجيه، وبعدين احنا ناس كويسين ما عملش حاجه غلط، مش حاجه وحشه، فاحنا يعني ناقصنا ايه؟ قلت له انت مش عارف ناقصك ايه، انا ما كنتش عارفها، بس انا اطلع عندنا مؤتمر وتعالى معايا. قال حاضر، وقال 100% هيحصل ظروف ومش هروح، لان انا مش شايف اي لازمه ليه. وبعدين ايه المسيح اللي هيفرق بيني وبين مراتي دوت؟ 28 سنه متجوزين، عايشين مع بعض، بنشتغل مع بعض، بنلعب رياضه مع بعض، بنخرج مع بعض، بنتسع مع بعض، يعني ما عندناش حاجه ناقصانا الا السعاده، لكن كل حاجه تانية موجوده. بيقول رحت المؤتمر دوت، في اول اجتماع كان ترنيمه بتقول راجع راجع للاب الحنان، راجع وعارف ان ليا مكان. بيقول سمعت الترنيمه بصت بصت، كل بترعش دموع، وحسيت بينادي عليا، وديت قلبي للمسيح
الكابل ده النهاردة قصة حدوتة. قال لي وقال لي احنا انا مش هسيبكم، انا معاكم في اي حتة تروحوها. ساعتها ما سابش حاجة خالص. عيلة كان ما عندهاش مشاكل بس ما عندهاش النصيح، ما عندهاش سعادة، عندها كل حاجة إلا المسيح، إلا السعادة. ممكن تقعد. عارفين الترنيمة دي؟ قلبه بينادي علي راجع للأب الحنان. معلش لو أنت بعيد، لو أنت بعيد وعايز ترجع النهاردة تدي حياتك للمسيح، عايزك تقف تاني وتقول الترنيمة دي. لو أنت عايش مع ربنا ما توقفش، مش خطر ربنا ما توقفش. لو أنت عايش مع ربنا عشان ما تلخبطنيش، بس عشان ما تلخبطوش كمان هو يعني. لكن لو عايز تصلي الصلاة دي بحق وحقيقي تطلع معانا الطلعة دي اليومين دول، وقف وقول معانا الترنيمة دي: راجع للأب الحنان واثق إن لي مكان، راجع بذنوبي، راجع بدموعي، راجع بتعبي وبقرفي، راجع راجع، هو بينادي علي وأنا راجع. قلبك بينادي علي، قلبك بينادي علي بالأحضان الأبوية، قلبك بينادي علي أرجع واتمتع برضاك عن ميولاك في المحبوب، واسمع لنداء سمعك بتنادي علي يا رب، سمع صوت حبك بينادي علي. أنا جاي، جاي أرمي نفسي في حضنك بذنوبي، جاي بعيوبي، جاي بضعفي، جاي بعدم إيماني، جاي وعارف إن ليا مكان عندك.
على صليبك حملت خطيتي وعاري، حملت ضعفي عشان تديني حياة. أنا جاي أخذ الحياة دي النهاردة، أؤمر بالحياة. افتح عيني عايز أشوفك، افتح قلبي يتملي بنورك، شيلني على كتافك النهاردة يا رب، احملني كطفل صغير، شيلني رجليا مش شايلاني، انت شيلني يا رب. خارط قوايا شيلني يا رب، شيلني يا رب. عايز امشي وراك، عايز اعيش معاك، مش عايز ارجع للي كنت فيه، مش عايز اكمل العيش اللي انا عايشها دي، عايز حياة وحياة أبدية، عايز فرح محدش ينزعه مني، عايز نور ينور طريقي، عايزك 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 يا رب. انت قلت من يقبل إلي لا أخرج وخارجا، وأنا جاي لك يا رب، جاي لك جاي لك، واثق مصدق فيك، مؤمن بيك، عندك غفران، عندك شفاء، عندك حياة. اغسلني بدمك يا رب، طهرني النهاردة بحبك، ارويني ارويني ارويني. اشكرك اشكرك اشكرك. اسمحوا لي نقف كلنا. عارف نعرف الترنيمة دي، كلك نور كلك نور، عارفين كلك نور، عارفين كلك نور، حد عارف ترنيمة كلك نور كلك نور ايه؟ مش موجود الكلمات، مش موجودة الكلمات. ايه يا كنيسة؟ ماشي يا كنيسة، بتشاوري على ايه؟ اتاري وتلعبي في الجيتار، انا فاكرك بتشاوري على حد هنا عمال ابص عليه. ف يا كنيسة يا كنيسة يا كنيسة افرحي، يا كنيسة يا كنيسة اصحي واستيقظي، يا كنيسة استعدي لعمل عظيم ربنا عايز يعمله فيكي وبيكي لمجده هو. يا كنيسة حياتنا يمكن دوري عن يا كنيسة فرحي جاي لي. كنيسة نايمة، حياتنا عايشينها للي فات، مستنى يجي بدور وبالأيام افرح يا كنيسة، افرح يا
تسبيح المسيح تلفزيون، ترجع تقعد على النت، ترغم الناس، اقعد النهارده صلي. 25 يناير كنا في مؤتمر في الغردقه اسمه فولو مي، وكان عندي امر صعب بقاله سنين طويله قوي، وانا قاعد بصلي الروح القدس قال لي الموضوع ده هيتحل، كان بقاله 20 سنه وانا مش قادر افهم اللي حصل. انه في اليوم ده كمان في الغردقه واحنا كان مجموعه كبيره قوي بتصلي، ربنا قال لي هتشوف حاجه ما شفتهاش بقالك مده طويله. فقلت ايه يا رب؟ ولد اسمه جورج عنده 10 سنين واحنا بنصلي جه وقف وبيصلي معايا بيقول لي انا كذاب، انا بحلف، انا مليان ضلمه، انا سرقت، وسلم حياته للمسيح. فكان بالنسبه لي انا فولو مي 25 يناير 2018 كان فرق. بعد 4 شهور شفت الايام دي حصلت حاجات واضحه ان اللي كان المشكله اللي صعبه بقالها 20 سنه. النهارده كم واحد مؤمن ان في السويد، في ستوكهولم، في سدرتاليا الرب هيعمل معاك نفس الحكايه؟ انا مش عايز اتكلم تاني لكن انا عايز اقول احنا مكملين. كم واحد في مصر دايما بنقول مكملين؟ قول احنا مكملين. كم واحد عضو في اجتماع صلاة والباقي؟ طب ممكن نصلي دقيقة مع بعض دلوقتي واخواتنا هيكونوا بيسبحوا، صلي كده ان انت تبقى عضو في اجتماع صلاة. الفرصة مش بس ان احنا نؤتمر لكن اللي جاي، امين. فخلينا في روح الصلاة واخواتنا بيصلوا معانا ان انت تبقى
عضو في اجتماع صلاة، عضو في فريق صلاة، النهاردة خد وقت صلاة قدام ربنا بالأيام اللي جاية دي. يا رب أنا بشكرك من أجل كل إخواتي المواقفين أمامك. يا رب أنا بصلي في هذا اليوم أنه ما يكونش واحد بلا اجتماع صلاة، أن ما يكونش واحد في هذا المكان يا رب لا يكون عضو في فريق صلاة. يا رب أنا بصلي أنه كل واحد يكون ليه وقت صلاة معاك يا رب. يا رب أنا بصلي أنه الكلمة التي زرعت في هذا اليوم تثمر وتكمل، وشعبك يا رب يكون فرحان بيك جدا، لأن قومي واستنيري حصلت في وسطينا. قومي واستنيري انت يا رب اخترقت قلوب وأفكار كثيرة في هذا اليوم، ليس بالفكر البشري يا رب المقنع، لكن برهان الروح يا رب في هذا اليوم. يا رب لا يخرج شخص واحد من هذا المكان يا رب وهو غير يا رب لمس حضورك في هذا اليوم واستمتع بحضورك. مجد اسمك في وسطينا، مجد اسمك في أسرنا، مجد اسمك في كنايسنا، في اسم ربنا يسوع المسيح، ولك الشكر والحمد. آمين. قلب بحبك العجيب ألهب قلبي، نقترب من عرشك، نقترب من عرشك نسكب قلوبنا، نقترب أمامك نطلب حضورك، نقترب من عرشك نسكب العالم سيمضي وشهواته تزول، احفظنا من طرقه فلا نحيا في فتور، اسقي قلوبنا املأنا بحبك I'm
اصرخ من قلبك كل سواد فينا يا رب. قلوبنا انت وحدك اللي عارفها، انت اللي فاحص قلوب البشر يا رب، انت اللي كلك نور فعلا يا رب. تعالى بنورك المس قلوبنا يا رب، تعالى يا رب طهر يا رب، تعالى غير، تعالى اخرج كل ما لا يرضيك. مكتوب اذا اخرجت الثمين من المرذول فمثل فمي تكون، الله بيقول هذا الكلام. إن أخرجت أنت الثمين من المرذول كل واحد فينا فمثل فمي تكون، تكون أنت فم لله في هاي الأرض، وتحكي بكلمته، تحكي بروح القدوس مش بالجسد. أمين. نشكر ربنا جدا لاجل البركه اللي الرب اداها لنا، وعشان البركه اللي حصلت النهارده. ناس من وقت طويل جدا بيصلوا في اماكن كتير حوالين العالم عشان الوقت ده، واثناء الاجتماعات بتاعتنا ناس بتصلي وتشارك معانا في الصلاه. بشكر ربنا لاجل كل بركه ولاجل كل نعمه ولاجل كل رساله الرب قدمها لنا. عندي اعلان واحد بس، وبعد كده هنقول لابانا الذي، او ممكن نختم بترنيمه. يمكن مش دي المرة الأولى اللي أنت قلت أنا حابب أخد قرار وأتبع المسيح وأدي حياتي ليه. ممكن تكون المرة الثانية أو الثالثة، وممكن تكون العشرة. أنا مؤمن لو أنت خدت خطوة النهاردة، أنت محتاج أنك تكمل من خلال كلمة الله. عشان كده ككنيسة هنا وكل الكنائس اللي موجودة حوالينا في المنطقة، على قلبنا أن هنبدأ مجموعات درس كتاب وتلمذة، عشان الناس تقدر تكمل وتفهم ايه الايمان المسيحي، عشان ما يجيش المؤتمر ده السنه الجايه وتفضل واقف نفس الوقفه، لكن تبقى خدت خطوه لقدام. بشكر الاستاذ سامح والاستاذ رائف، جابوا لنا مناهج معاهم رائعه في درس الكتاب والتلمذه. بعد الاجتماع لو انت حابب انك تنضم المجموعه، بس اي حد من اللي معاه بادج كده اكتب اسمك ورقم تليفونك، واحنا هنتولى الامر بعد كده. أمين. طيب خلونا نختم ترديمة أخيرة، وبعد كده نقف ونقول أبانا الذي والبركة الرسولية. تفضلوا، خلونا نقف ونختم بآخر ترديمة. مؤمنين اسمها مؤف فولدر إريني، مؤمنين بالفداء ومحبوبين.
المسيح القدير.